في شان متصل، أعرب مواطنو كركوك بمختلف مكوناتهم عن دعمهم المطلق لإدارة المحافظة وجهود التي تبذلها من أجل الارتقاء والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، وخاصة المجال الخدمي والذي شهد تطورا كبيرا منذ تسنم الدكتور نجم الدين كريم إدارة المحافظة. وأكدوا أن المواطنين دور فاعل في الحفاظ على المنجزات التي حققتها إدارة المحافظة على مدى الأعوام الثلاث الماضية ولغاية الآن، مشددين على ضرورة التنسيق والتعاون بين المواطنين والإدارة والأجهزة الأمنية بما يصب في خدمة ومصلحة الجميع. يشار خالد والتفاصيل. كركوك لبست حلة جديدة عقب تسنم الدكتور نجم الدين كريم مهام عمله محافظا لهذه المدينة التي عانت التهميش والإقصاء لعقود، وللمواطن دور فعال للحفاظ على الإنجازات والمشاريع الخدمية التي حققتها إدارة المحافظة بالتكاتف والتعاون والإخلاص في العمل كل من موقعه. جهود المحافظ كل زين، يعني جيدة جدا. المحافظ كل القوميات وكل طوائف راضي من المحافظ بما قدموه من جهود الكركوك من المشاريع من كل النواحي. بس وإنما كشعب احنا علينا كمواطنين يعني الحفاظ على هذا الجهود، الحفاظ على هذا الإنجاز، مثلا التعاون بيناتنا. هي بناء كركوك تبدأ من القاعدة، واحنا لازم نكون صريحين بكل أعمالنا، وقلب لازم يكون قلب نظيف، مساهمة ويا كل الأطراف. ما يقول له هذا فلان شيء هو وهذا فلان شيء وهذا فلان، ما يصير. لازم احنا نكون صادقين بالعمل من وصادقين بالكلمة اللي ننطقها. بالنسبة لبناء كركوك يأتي من أبسط شيء المهندس، كانما إذا أبني المحافظة كانما يبني بيته. المدرس كذلك، من يدرس الأجيال كانما يدرس أطفاله. فهذا الشيء يعني لازم احنا نتكاتف نتعاون على هذا الشيء. المواطنون في كركوك عبروا خلال تصريحاتهم لفضائية كركوك بأن استقرار الوضع الأمني وبناء كركوك والحفاظ على منجزات الحكومة المحلية في كركوك لا تأتي إلا بالتعاون الجاد ما بين المواطن والإدارة والأجهزة الأمنية. استقرار الوضع الأمني شيء أكيد هو اللي يساعد وأساس في بناء كركوك. على المواطن أنه يساعد الأجهزة الأمنية والشرطة واللي موجودين بالشارع يساهمون بيناتهم على بناء كركوك. يكون تعاون المواطن مع الحكومة المحلية. فإذا ما يتعاون المواطن مع الحكومة المحلية ما يقدر نقدم شيء. لازم نساهم في بناء هذه المحافظة من كل القوميات وكل الطوائف، ونتعاون مع الأجهزة الأمنية في بناء هذه المحافظة وإنجازها. كركوك من زمان يعني محافظة تلم من كل الأطياف. فهو ماكو عن بس المحبة والتواصل، نبتعد عن كثير ظروف خارجية تأثر علينا. كركوك اليوم أصبحت واحة جميلة والسرة للناظرين، والحفاظ عليها يستند على تعاون شرائح المجتمع كافة وتكاتفها ووقفها جنبا إلى جنب مع إدارتها وأجهزتها الأمنية. يشار خالد، فضائية كركوك.